وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من نيويورك سعادة السفير السيد حمد أحمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. أهلا بك معنا سعادة السفير في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا سعادة السفير عن مناقب الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وما جمعه رحمه الله من علاقات راسخة ضاربة جذورها في عمق التاريخ بمملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقدم أحر التعازي لشعب الإمارات وقيادتها بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تولى الحكم على وفاة والده حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004. اليوم وبعد وفاة الرجل الذي أحبه الإماراتيون وأحبه شعب البحرين، وبعد أن ترجل الفارس، ليس أمامنا إلا أن نتذكر مآثر هذا الرجل وإنجازاته وحبه في البحرين والعلاقات المتميزة التي تربط سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبالقيادة الإماراتية التي بنيت الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه قائدا لمسيرة الخير والنهضة والتنمية في الإمارات العربية المتحدة. لذلك فإنه من الصعب علينا هنا في البحرين قيادة وحكومة وشعبا أن ننسى التاريخ والدم والأخوة التي جمعت البلدين، التي ستظل تؤكد عمق العلاقات قبل الاستقلال وبعده، والتي بدأت بإرسال فرق التعليم في مدارس الإمارات أساس النهضة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة اليوم. إن البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة وولي عهده رئيس الوزراء حفظه الله وشعب البحرين يتذكرون بكل الود والاعتزاز مناقب الفقيد الراحل في قيادة الإمارات وتعزيز مكانتها الدولية الرائدة في النهضة والحضارة الحديثة وإسهامات سموه طيب الله ثراه البارزة في تعزيز العلاقات البحرينية الإماراتية التي أصبحت نموذجا تاريخيا للتلاحم والشراكة الاستراتيجية النابعة من وحدة الدين واللغة والمصير المشترك والنسب والحرص المشترك على وحدة الصف الخليجي في إطار مجلس التعاون. على صعيد العلاقات البحرينية الإماراتية الخاصة التي بدأت منذ عهد سمو الشيخ زايد رحمه الله وسيدي صاحب الجلالة حفظه الله، فإنها تحكي قصة الحضارة في الجزائر والمواقف المشرفة في الظروف التي تطلبت المساعدة والمساندة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الذي سيظل صامدا بالحصن الحصين ما دامت هناك قيادات مؤمنة بوحدة الخليج العربي وأنظمته. سعادة السفير السيد حمد أحمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.